ادويه ماكو جوا، يعني يطلع ابو المريض ابو الطفل من المستشفى ياخذ كاربو ب 3000، تاع على مود يجيب علاج بلف ب 2000 ويرد يرجع، يعني القاط قاطين تطلع عليه. هاي معاناه العالم جوا، يعني ناس تشكي منها. تطلع منين تشكي منها؟ والله تشكي منها من ناحيه الاطباء، من ناحيه الادويه. عمي انا خلص صيدليه انا قريبه عليها، على الاقل لا تستفاد العالم. العالم هم مشلوع قلبها، رايحه وراده ورايحه، ما هم زحمه عالم، يعني ملتهي بمريض وجوه لو يطلع يجيب علاج على غير مكان. الباحة جت تسعافين شايله حاله طارئه، قالوا احنا ما نسيطر عليها، روح ودوه على غير مكان. ادري اسعاف، ما اسعاف، بس ماكو بس وحده اسعاف طلعوا المريض، الا طلعوا بسياره مدنيه. ما السولف اللي يطلع المريض، يطلع ركض يروح يجيب علاج على الصيدليه ويجي، ينطلب التاكسي 5000 7000 تا يروح يجيب علاج ويجي ويانا الصيدليه. شنو اللي نسويه؟ يعني شو رايك بالواقع الصحي بالموصل؟ الواقع الصحي هسه بالحق يسوون صيدليه، يعني من المستشفى يجهزون قراضهم. اش مستشفى عجل، مستشفى عام، عالم ما ادري منين جايتها، من قياره ومن تكريت فايته، بلا ادويه والله مسخن وبلا عيب يواجعه. اي والله تشتري الدواء من برا؟ ان شاء الله. من كانت تشتري؟ من الصيدليه. من برا؟ من برا. داخل المستشفى ماكو؟ داخل المستشفى، لا والله في المستشفى ماكو، بس داخل عاكو. يعني داخل المستشفى ماكو؟ اي والله. وصلت اتذكر الدكتور قال لك اشتري. ايه اشتري من برا؟ ايه. نحن مستشفى الالماني تابع لمستشفى موصل العام، نستقبل حالات كثيرة من الأطفال. يعني البارحة بالضبط صار عندنا دخول فوق 100 حالة. إيه. قسم من الأدوية الأساسية متوفرة بالمستشفى والقسم الآخر ما متوفر، يعني قليل التوفير. ليش؟ لأن احنا ننتظر إقرار الموازنة. تعرف هسه الصرف 1/12 نهاية سنة مالية وبداية إقرار الموازنة، فالأكثرية من الأدوية متوفرة بس ما كلها، يعني 90% متوفرة و10% ما متوفرة. بالنسبة للنظافة، يعني هناك أيضا شكاوي بأنه يعني هناك عدم اهتمام بالنظافة. النظافة درجة أولى، بس نحن عندنا مشكلة بالمرافقين. يعني كل مريض، إذا تحب بس تتفضل وتتفرج، كل مريض عنده تقريبا 4 إلى 5 مراجعين وياه، فهذا يأثر على نظافة المستشفى. يأثر المستشفى نظيفة ما أتقل تقصيرا أي تقصير ما بها من ناحية النظافة. النظافة مستمرة والشطف والتعقيم. سويتوا كتب رسمية إلى دائرة صحة نيوم بتزويدكم بالأدوية؟ طبعا احنا دائما ندز ويبعثون لنا دائرة صحة نيوم الأدوية المتوفرة عندهم، يعني المتوفرة بدائرة صحة نيوم. اللي ما موجود وين دزوا المواطن؟ ايه اللي ما موجود نكتب له على خارجي.